المنتخب الوطني عنده الامكانيات اللازمه باش ان شاء الله يفوز بهذا الكاس الشان الدوره ديالو الرابعه. وبالنسبه للماتش ان شاء الله 100% غيكون ديالهم ديال المغرب، لان عندهم تهم تاهيلات وتنتمنوا لهم الخير ان شاء الله في هذا الشيء اللي جاي. والماتش اختي كاين مؤهلات شابه، ولكن شوف دابا المشكل لان هاد ليكيب اللي غيلعبوا مع الفينال شويه صعيبه، ما خصوش يبقاو يلعبوا داك اللعب ديال الفرص الضائعه وداك الشيء، خصهم يديروا شي لعب ديال البروفيسيونيل باش يمكن يتاهلوا، لان هي كيب صعيبه. ونتمنوا لهم التوفيق لان حتى هما مغاربه بحالنا بحالهم. المقابله امام المنتخب النيجيري كنتوقع ان شاء الله غيفوزوا في المقابله بحصه عريضه ان شاء الله 3-0 تقريبا. كنتمنى المنتخب المغربي الفوز ان شاء الله، وغيربح ان شاء الله، يكون على يقين غيربح ان شاء الله ب3-1 ان شاء الله. بالنسبه للمنتخب عنده حظوظ كبيره، حظ انه يلعب في البلاد ديالو، وعنده لاعبين اللي يقدروا يبصموا انهم يدوا هذا الشامبيونه. المنتخب عنده منتخب واعر ان شاء الله، عنده طاقات اللي هما في مستوى، نتمنوا غير يركزوا ان شاء الله وطبقوا التكتيك والتعليمات ديال جمال السلامي احسن واجه ان شاء الله. ان شاء الله غيديو لاكوب ان شاء الله، تبقى هنا في المغرب الى بغى الله.